بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا فيكم أخواني وأخواتي بقناة تفسير الأحلام. قبل ما أبدأ معكم بتفسير هذا الحلم بتمنى منكم الإعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك إذا كنت مش مشترك. بنقدم لكم الآن تفسير رؤية السجاد في المنام. رؤية السجاد في المنام من الأمور التي قد لا يشاهدها الكثير منا في منامه، ولكن بالطبع تفسير الرؤية يختلف بحسب حجم السجاد وشكله ولونه، وما إذا كان صاحب الرؤية أعزب أو متزوج أو إلى ذلك. فسوف نتناول معكم تفسير رؤية السجاد الآن. يقول العالم الكبير ابن سيرين في رؤية السجاد أنه رمز للمرأة العفيفة أو التي تؤدي واجباتها الدينية إلى الله تعالى، وهكذا ينطبق على المتزوج وعلى العزباء. إذا شاهد الشخص أنه يقوم بالمشي على السجاد فإن ذلك يدل على سعة الرزق لهذا الشخص، كما أنها تدل على الغنى والازدهار، كما قد يدل رؤية السجاد على الربح والحصول على المال الكثير لصاحب الرؤية. رؤية السجادة الحمراء في المنام تدل على أن صاحب الرؤية سيتمتع بالأخلاق الحسنة ويتميز بالصدق والأمانة، كما أن رؤية السجادة الأحمر في المنام يدل على زوال المشاكل والهموم من حياة صاحب الرؤية. كما يقول العالم ابن سيرين حول تفسير رؤية الجلوس على سجادة تدل على السفر إلى الخارج، وقد تدل على العمرة والحج لصاحب تلك الرؤية. وإذا شاهد الشخص السجاد المطوي في المنام فإن ذلك يعني تعرض ذلك الشخص لمشاكل، لأن السجاد في المنام تشير إلى الدنيا، وكلما كانت السجادة مفرودة وجميلة دلت على جمال الحياة معها، بالعكس الصحيح إذا كانت مطوية. رؤية الشخص الجلوس على السجادة في المنام يدل على أنه يجالس الكثير من أهل العلم ومن الحكام وممن لهم مكانة كبيرة في المجتمع. من شاهد أنه وضع سجادته في المنام فإن ذلك يدل على ضياع دين ذلك الشخص أو ارتكاب الكثير من المعاصي، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. رؤية السجادة القديم في المنام تدل على الحزن والهم لصاحب الرؤية، بينما رؤية السجادة الرقيقة تدل على سرعة الأجل واقتراب الموت من صاحب الرؤية، كما تدل السجادة الرقيقة في المنام على ضعف الجسد. تفسير رؤية شراء السجاد في المنام هي تدل على حصول صاحب الرؤية على المال أو الربح الوفير أو الرزق الكثير، كما أنه إذا شاهد الشخص أنه يقوم ببيع السجاد فإن ذلك يشير إلى أن صاحب الرؤية سوف يمر بمرحلة سعيدة في حياته. يقول علماء التفسير الأحلام أن تفسير رؤية السجاد أو أي مفروشات في منام البنت العزباء يدل على اقتراب موعد ارتباطها في القريب العاجل والله أعلم. إذا تلقت العزباء السجاد الملون هدية في منامها فإن ذلك يشير إلى تلقيها خبر سعيد بالنسبة لها. قد يكون تلقيها خبر النجاح أو التعيين في العمل أو الخطوبة أو الزواج. شراء السجاد بالنسبة للعزباء يشير إلى تلقيها وظيفة أو شهادة علمية. يقول علماء التفسير أحلام أن تفسير رؤية السجاد الحامل يشير إلى اقتراب موعد ولادتها، كما قال ابن سيرين في تفسير رؤية السجاد في المنام بوجه عام يشير إلى حماية الله لهذا الشخص من الوقوع في الخطأ ومن المصائب والمشاكل التي قد تواجه في حياته. من شاهد أنه يقوم بفرش السجاد في مكان ما فإن ذلك يدل على أن هذا الشخص سوف يكون له مكانة كبيرة في ذلك المكان الذي فرد فيه السجاد. أما أن رؤية السجاد للمرأة المتزوجة في المنام فهو يدل على الفرح والسعادة والسرور الذي يملأ هذا البيت. وأخيرا منقول سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أنه لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. لهو منكم خلصنا هذا الفيديو، بتمنى منكم مشاركة الفيديو والإعجاب فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.